خويا خلاني نجي لمدينة الصويرية اللي هي زوينة وفيها حراسة ديال الأمن الدرك الملكي، وفيها الناس بعقولهم والناس شوية نقيين فهمتي، ومنطقة سياحية، منطقة جميلة جدا بزاف. وأنا دابا راه جاي من كازا، جاي باش ندوز العطلة ديال الصيف ديالي إن شاء الله هنا مع الدار، وعجبني الحال هنا بزاف. الناس ناحية السناكات، لي ريستورون، لي كافي، كل شيء هنا زوين في الصويرية. إذن دائما غادي نرجع لكم بعد قليل بعد ما أن غادي نديرو فاصل موسيقي وسنواصل. دائما هنا كنكونوا هنا في شاطئ الصويرية هنايا قديمة، كنوفروا جميع المصطفين اللي معنا في شاطئ الصويرية قديمة، كل ورشات راه مفتوحة في الوجود ديالهم، صباح وعشية من 10 للوحدة و 3 7 العشية، ودائما شاطئ الصويرية قديمة كيحصل على اللواء الأزرق 19 عام عام العام، هادشي بالفضل كل الزوار اللي كيجيو حتى الجالية المغربية، ودائما حنايا كاين الأمن والأمانة في شاطئ الصويرية قديمة. الشاطئ ديال الصويرية زوين، شاطئ عائلي، الرملة ديالو زوينة، واخد اللواء الأزرق 7 المرات على التوالي. كاين البلايص فين يقصوا الناس، كاين البلايص فين يقصوا عائلة، كلشي كاين هنا موجود الحمد لله في الصويرية. وانتم كتشوفوا البحر ديالو زوين، او الميتنياجورات خدامين، زيرو نواياج هنايا، كلشي خدام. الصويرية الجو ديالها زوين، الصويرية زوينة، الرملة نقية، الماء ديالها طوا نقي، الميتنياجور يدير خدمتهم، ما كاينش شي حاجه شي حساب صاب الدراري الصغار يخافوا على المغارق ولا شي حاجه، كل واحد يدير خدمته وشي حاجه زوينه. كتعجبني الصويرية، الجو زوين هنايا، والبحر حتى هوايا، وكنجمع العائله، كاين كلشي فيه زوين، المرسى كلشي زوين هنايا.